من السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، صدق الله العلي العظيم. الإنسان حينما يقوم بعمل ما فإن الداعي لذلك العمل وإن سبب ذلك العمل يختلف باختلاف المقاصد والنوايا. فتارة الداعي للقيام بعمل ما هو الرغبة النفسية، أو بعبارة أخرى الداعي الشهوي. الإنسان يشتهي الطعام فيأكل ذلك الطعام، وتارة الداعي هو داع عقلي، بمعنى أن عقل الإنسان يرشده إلى فعل أو إلى عمل من الأعمال وفعل من الأفعال، وتارة الداعي يكون داعيا ربانيا، بمعنى أن الإنسان امتثالا لأمر الله سبحانه أو انتهاء عن نهيه تعالى يعمل عملا أو يترك آخر. إذا كان الداعي داعي شهوي فإن هذا العمل إذا كان ضمن الضوابط الشرعية يكون مباح، لكن لا ثواب في القيام به. يعني أنت عندما تأكل طعام لأنك تشتهي ذلك الطعام، هل في أكلك هذا الطعام ثواب؟ لا، لا ثواب فيه. نعم، لأنه ذلك الطعام كان ضمن الضوابط الشرعية، يعني كان من حلال، اكتسبه الإنسان من حلال، ولم يكن فيه ما حرمه الله سبحانه وتعالى كالخمر ولحم الخنزير مثلا، وقد أدى حقوقه. هذا الطعام لا يحاسب الإنسان يوم القيامة عليه. وفي الآية الشريفة: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. في الحديث الشريف ليس المقصود بالنعيم في هذه الآية الماء الذي يشربه الإنسان أو الطعام الذي يأكله من حلال، فإن الله سبحانه وتعالى أعز وأجل وأكرم من أن يسأل عن ذلك، وإنما المراد بالنعيم هنا ولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. يوم القيامة الله ما يحاسبك أنه في ذلك اليوم أكلت رزا مثلا أو شربت ماء، هذا خارج عن دائرة الحساب،
إذا كان من حلال. نعم، إذا كان من حرام يحاسب الإنسان أو يعاقب عليه. فإذا الإنسان عمل عملا بداعي الشهوة، إذا كان من حلال فلا ثواب فيه، نعم لا يحاسب الإنسان عليه. أما إذا كان من حرام فيحاسب ولعله يعاقب. هذا القسم الأول من الدواعي. القسم الثاني الداعي العقلي، يعني مثلا كل واحد منا في كثير من تصرفاته قد يرغب في عمل ما، وقد يكون ذلك العمل حلال مو حرام، لكنه لا يقوم بذلك العمل. لماذا؟ لأنه الناس يحجون عليه، أو سمعته الاجتماعية يصير فيها خلل، أو أنه يقوم بعمل ما. لماذا يقوم بذلك العمل؟ لأنه إذا لم يقم بذلك العمل راح سمعته تتأثر، الناس راح يحجون عليه. مثلا افرضوا إنسان من الناس مثلا يتبرع مبلغا من المال ليتيم، لماذا تبرع هذا المال لليتيم؟ يقول إذا ما أتبرع هذا المال لليتيم الناس راحوا يحجون عليه، راح يصير عيب مثلا، راح أتهم بالبخل. زين، فدرءا لكلام الناس أو رعاية لوجاهته الاجتماعية، لأن الوجاهة الاجتماعية إلها لوازم، أنت وجيه، الوجيه لازم يقوم بأعمال ويترك أعمالا أخرى، فباقتضاء الوجاهة يقوم بذلك العمل. هو العمل هم مو عبادي حتى يصير رياء أو سمعة، لا، عمل اجتماعي خاص. هذا الإنسان الذي يقوم بهذا العمل بالداعي العقلي، هل يستحق ثوابا على ذلك العمل؟ لا. إذا العمل هم ما كان محرم لا عقاب فيه. لماذا لا يستحق ثوابا لذلك العمل؟ لأنه قام بذلك العمل لأجل نفسه، أني أريد أحفظ مكانتي الاجتماعية، أني أريد أحفظ وجاهتي عند الناس، أني أريد أحافظ على سمعتي. العقل يقول أنت لازم تحافظ، وهذا العمل ليس بقبيح، واحد يحافظ على مكانته الاجتماعية ومنزلته ووجاهته، هذا مو أمر قبيح، لا، بمقتضى العقل عمله حسن. ولكن هل يستحق ثوابا على الله سبحانه وتعالى بذلك العمل؟ لا. لماذا؟ لأن العمل قام به لأجل نفسه وحصل النتيجة، أنا قمت بهذا العمل حفظا لمكانتي الاجتماعية، وقد حفظت مكانتي الاجتماعية بعملي، قمت بالعمل لأجل نفسي وحصلت على النتيجة. زين، فهذا القسم الثاني أيضا لا ثواب فيه. نعم، إذا كان ضمن الضوابط الشرعية لا عقاب عليه. القسم الثالث أن يكون الداعي داعي رباني، يعني يتبرع مال ليتيم أو يدفع مال لفقير لا بداعي شهوي ولا بداعي عقلاني، وإنما بداعي رباني، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا القسم الثالث هو الذي وعد الله سبحانه وتعالى بالثواب عليه. طبعا ماكو استحقاق للثواب، يعني احنا اذا نصلي، اذا نصوم، اذا نحج، اذا نعمل جميع الصالحات لاجل الله سبحانه وتعالى لا نستحق ثوابا، وانما الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه وعد بالثواب. ولا احنا عندنا استحقاق ثواب؟ لا، الله سبحانه وتعالى خلقنا، هذا اصل النعم،
ثم غمرنا بالنعم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. زين، والإنسان إذا كل عمره صرف في عبادة الله سبحانه وتعالى لا يؤدي حق نعمة واحدة من النعم. فإذا صلاته وصومه وحجه وما إلى ذلك لا يستحق على هذا العمل ثوابا، وإنما الله بفضله بلطفه بكرمه وعد بالثواب. نظير ما إذا فد واحد مثلا فقير، أنت تبرعت له بدار وبمبلغ كبير، زين، وقلت له أنت أنا تبرعت لك بدار، تبرعت لك بمبلغ كبير، إذا قلت لي شكرا راح أعطيك دار ثانية أكبر من الدار الأولى. هو بإعطائك الدار والمال الأولى إذا قال لك شكرا هل يستحق شيئا على هذه الكلمة شكرا؟ لا، ما يستحق شيء، بس أنت بفضلك قلت إذا أنت قلت شكرا سأعوضك عن هذه الكلمة بدار أكبر وأحسن. الله خلقنا وغمرنا بالنعم وقال إذا صليت إذا صمت أنا راح أعطيك ثواب أيضا، فهذا فضل آخر من الله سبحانه وتعالى. إذن الداعي الشهوي لا يوجب ثوابا، الداعي العقلاني لا يوجب ثوابا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعد الثواب على ذلك. لذا بهذا البيان هم تنحلفت شبهة، البعض يقولون إن من الناس الكفار من خدموا البشرية خدمة عظيمة، هذا اللي اخترع المصباح الكهربائي أديسون إيش قد خدم البشرية، وهؤلاء الذين اخترعوا الاختراعات كم خدموا البشرية، والذين ألفوا في العلوم المختلفة كم خدموا البشرية لكنهم كفار. هذا كيف هذا الكافر الذي خدم البشرية لا يدخل الجنة، وفد مسلم لا يعرف أي طرفيه أطول لكن عقيدته كانت صحيحة وعمله كان صالح هذا يدخل الجنة؟ الجواب على ذلك ذاك اللي خدم البشرية شنو الداعي كان له؟ عندما اخترع اختراع لم يكن الداعي هو الله سبحانه وتعالى، إما اخترع الاختراع حتى هو يحصل فلوس من وراء اختراعه، أو كان غرضه الخدمة للبشرية، لكن الله سبحانه وتعالى هو ما يطلب الله شيء، الله ما وعد على ذلك العمل ثوابا، الله إنما وعد بالثواب لمن آمن وعمل صالحا. نفرض إذا فد واحد بنى لك قصرا، كمثال بنى لك قصرا جميلا جدا وقال لك تفضل تعال أخذ هذا القصر، أنت تقول أنا لا أريد هذا القصر، يطلبك شيء؟ تقول له أنا لم أقل لك ابني هذا القصر لي ولم أعدك بثواب ومبلغ مالي على هذا القصر، حس هذا القصر كلما كان جميلا أنا لم أقل لك أن تبني هذا القصر ولم أعدك بشيء، فشنو تستحق عليه؟ الله إنما وعد لمن آمن وعمل صالحا، كان الداعي لذلك العمل هو الداعي الرباني، على هذا الله وعد الثواب لا لاستحقاق البشر وإنما بفضل من الله سبحانه وتعالى. نعم أكو بعض العلماء مثل العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه ذكروا أن الإنسان الأعمال التي يقوم بها بالداعي الشهوي إذا نوى القرب فيها أو نوى أن تكون مقدمة لعبادة أو لعمل صالح لوجه الله الله بفضله يثيب على ذلك. يعني أنت عندما تأكل الطعام، والداعي هو الداعي الشهوي، لكن إذا قصدت أني أأكل هذا الطعام لأتمكن من القيام بالعبادة، لأتمكن من الصلاة، لأتمكن من الصوم في يوم غد، لأتمكن من القيام بالوظائف الشرعية، إذا هكذا قصدت الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يرزقك الثواب على هذا الطعام.
إذا تريد تشرب الماء بهذه النية، إذا تشربه الله يرزقك الثواب على ذلك إذا قصدت هذا القصد. إذن فالذي وعد الإنسان الثواب عليه هو إذا قام بالعمل بداعي إلهي وبداعي رباني. زين، هذا الداعي الإلهي والداعي الرباني درجات. ليش الناس يختلفون في الآخرة؟ هم درجات عند الله، واحد في قمة الجنة وواحد في أنزل درجات الجنة، وكل درجة ودرجة أخرى حسب ما في بعض الروايات بينها وبين تلك الدرجة الأخرى كما بين السماء والأرض، واختلاف درجات الجنة بصورة اللي الإنسان لا يتصور ذلك. كله نعيم، حتى أنزل درجات الجنة أعلى من كل نعم الدنيا الآن، أنزل درجات الجنة، لكن بين هذه الدرجة وبين الدرجة العليا ما لا يدرك أصلا، لأن الجنة لا توصف في الحديث الشريف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لأن الإنسان إنما يدرك شيء بالقياس. يعني يقولوا لك أكو فاكهة جديدة، تسأل هاي الفاكهة تشبه شنو؟ يقولوا لك تشبه البرتقال، أنت تتصور تصور عنها أو عن طعامها. أما إذا فاكهة لا نظير لها، كلما يصفون لك تلك الفاكهة لا تدرك ذلك الوصف إلا أن تأكل من تلك الفاكهة. ما دام أنت ما أكلت من تلك الفاكهة لا تدرك. هذه في الأمور الدنيوية المادية. أما الجنة فكلما وصف لنا الجنة وكذلك النار لا ندرك إلا أن إن شاء الله إذا رحنا إلى الجنة ذاك الوقت نشوف هذه الأشياء تدرك ولا توصف. زين، درجات الجنة متفاوتة. لماذا متفاوتة؟ لماذا مختلفة؟ لاختلاف العمل ولاختلاف النية. الداعي الرباني مختلف، لذا هذه الدواعي تسبب اختلاف النتيجة. واحد يصلي، لماذا تصلي؟ ساهر بالليل إلى وقت متأخر، زين، والآن نايم، ويخلي الساعة المنبه بالقوة يستيقظ لصلاة الصبح ويصلي صلاة الصبح بعسر وحرج شديدين. زين، ليش يقوم يصلي؟ غالب الناس الداعي الرباني اللي عندهم من هذه الصلاة الخوف من النار، يقول إذا ما أصلي في نار. لو ما كان وعد وعيد بالنار يمكن أكثر الناس ما كانوا يصلون صلاة الصبح، والدليل على ذلك أن صلاة الليل بما فيها من الثواب العظيم أكثر الناس ما يصلون. ليش؟ لأن مو واجب. زين، بي ثواب هسه مو مهم، الله كريم، ولكن إذا كانت صلاة الليل واجبة كل المتدينين كانوا يصلون صلاة الليل، هذا أمر واضح. وإذا صلاة الصبح ما كانت واجبة غالب الناس المتدينين ما كانوا يصلون صلاة الصبح. ليش؟ لأن الداعي الرباني اللي يحركهم للقيام بالطاعة الخوف من النار، هذه أنزل الدرجات. داعي آخر رباني أكو، طبعا صحيح، يعني إذا واحد يصلي خوفا من النار داعي رباني، ليش تصلي؟ أنت ما تريد شيء دنيوي وإنما خوفا من الله ده تصلي، فالداعي صار رباني، بس هذه أنزل الدرجات. واحد يقوم بالطاعة طمعا في الثواب، يقول هذا الدعاء يزيد الرزق، زين، هذه الصلاة كذا تفعل في يوم القيامة، إذا صليت هذه الصلاة تحصل كذا من القصور ومن الحور وما إلى ذلك.
هذا الداعي الثاني أحسن من الداعي الأول، ولكن أيضا من الدرجات النازلة. إذا نريد نشبه فد مثال عرفي، أكو واحد يخدم أبوه مريض كبير في السن، أو يخدم أمه كبيرة مريضة في السن، خدمتهما صعبة، نقول له لماذا تخدم أبويك؟ يقول إذا ما خدمتهم يذبوني بالسجن. إذا إحنا علمنا بأن داعي هذا الإنسان من خدمة أبويه الخوف ما يسقط من عنه، يقول لو ما كان يذبوني بالسجن أصلا ما كنت أخدمهم، بس الآن بعد أشوف مضطر. أو إذا واحد يخدم أبوه، ليش تخدم أبوك؟ طمعا في الإرث، يعني أخدم أبويا حتى أبويا يوصيني وصية في الإرث شوية أحصل أكثر، ولولا ذلك ما كان يخدم أبوه. إذا إحنا علمنا أن هذا اللي دا يخدم أبوه طمعا في الإرث ما يسقط من أعيننا، ليش يسقط من أعيننا؟ درجة نازلة. لذا العبادة خوفا من النار أو طمعا في الجنة، ولو هي عبادة صحيحة والداعي هم رباني خوفا من الله سبحانه وتعالى، بس هذا الإنسان داعي، الداعي عنده من الدرجات النازلة، لذا ثوابهم يكون ثواب قليل. لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك. أكو داعي ثالث شوية درجته أحسن، الحياء، يعبد الله سبحانه وتعالى حياء من الله، يقول الله هل قد غمرنا بالنعم، هسه طلب من عندنا في الصلاة، طلب عندنا من عندنا في الصوم، إذا لا نؤدي هذه الصلاة هذا الصوم هذا عيب. مثل واحد يخدم أبوه لا طمعا في إرثه ولا خوفا منه، يستحي، يقول هذا أبوي رباني أنا أستحي منه. الحياء يكون الداعي، هذا الداعي هم داعي رباني، يعني يستحي من الله سبحانه وتعالى، فلذا يترك المحرمات أو يقوم بالطاعات. لكن هذا أيضا درجة نازلة، لولا الحياء من الله سبحانه وتعالى ما كان يقوم بالعبادة. أكو داعي أعلى درجة، وذلك الداعي أنه يعبد الله سبحانه وتعالى حبا في الله. مثل واحد يخدم أبوه، هذا المثال العرفي نذكره حتى الفكرة أكثر تتضح، يخدم أبوه المريض العاجز، لماذا؟ لا طمع لا خوف لا حياء، يقول هذا والدي أنا أحبه، حبي له سبب أن أقوم بخدمته. هاي الدرجة الرابعة اللي قد يعبر عنها العبادة حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله، قد يعبر عنه بأن الله سبحانه وتعالى أهل العبادة، كما قال أمير المؤمنين ولكني وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ليس بمعنى أن الإنسان لا يخاف من النار، الإنسان يخاف من النار، لا بمعنى أن الإنسان لا يرغب في الجنة، كل مؤمن يرغب في الجنة، ولكن عبادته ليست لذلك الخوف أو لتلك الرغبة، وإنما عبادته حبا لله، يشوف الله أهل العبادة، الله غمرنا بالنعم، أولا الله خلقنا، احنا كنا نطلب شيء من الله اللي يخلقنا؟ لا، الله غير محتاج لنا، وانما بلطفه وكرمه خلقنا ليرحمنا، ثم بعد ذلك غمرنا بالنعم. اول ما الانسان يولد تشوف الام بحنان بعطف، مع ان هذا الطفل الرضيع الوليد كم يؤذي امه، لا يخليها تنام، لا يخليها مرتاحة، وكله حاجة في كل شيء، وتشوف الأم بكل رغبة تقوم بخدمة هذا الطفل الرضيع،
شنو السبب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل العاطفة في الأم، وهذه العاطفة لا حد لها. أكو في حديث شريف أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، رأى امرأة تحمل رضيعا، لكن هذا الرضيع قبيح المنظر إلى أبعد الحدود، ولعله هسه الرواية من زمان أنا شايفها جديدا ما شفتها، ولعله الطفل كان في أمراض أيضا يعني عليل وكذا، قبيح المنظر إلى أبعد الحدود، والأم تقبله وتفديه بنفسها وتقوم بخدمته. فخاطب الله سبحانه وتعالى حتى يفهم العلة، أو أراد أن ينقل هذا الكلام لنا أو لبني إسرائيل، لأن بعض الأحيان الأنبياء لأنه علمهم من الله سبحانه وتعالى يسألون الله ليعلموا، بعض الأحيان يعلمون ولكن يسألون الله حتى يجيب وينقلوا الجواب، ليكون الجواب كذب. إذا أنت تعلم بشيء لا يصح أن تقول إن فلان قال كذا، أما تسأله لمن يقول تروح تنقل تقول إن فلان قال كذا حتى لا يكون كذبا النسبة يعني. فسأل الله سبحانه وتعالى عن هذه الحالة، الله قال أنا الذي جعلت العاطفة في هذه الأم. فموسى طلب من الله سبحانه وتعالى أن يسلب العاطفة منها، فسلب العاطفة منها، بس ما هاي العاطفة انسلبت منها الأم شافت الطفل قبيح لعله مريض كذا ألقت به وأخذت طريقها لتذهب. وموسى قلبه احترق على هذا الطفل، فخاطب الله سبحانه وتعالى يا رب أرجع العاطفة إليها، فالله أرجع العاطفة إليها، فرجعت مهرولة تسب نفسها أنه لماذا ألقت طفلها على الأرض، واحتضنت الطفل وبدأت تقبله. زين الله سبحانه وتعالى جعل هذه العاطفة في الأم، العاطفة في الآب. الإنسان يقال إن جميع المخلوقات الحية الحيوانات هذه مرحلة حاجتها لأبويها أقل من الإنسان، بعض الحيوانات من اليوم الأول لا يحتاجون لا إلى أب ولا إلى أم، بعض الحيوانات سنة أقصى حد سنتين خلص، لكن الإنسان احتياجه إلى أبويه طول إلى أن يصير عمره 15 سنة، وبعض الأحيان 20 سنة، وبعض الأحيان إنسان كبير أيضا يحتاج إلى أبويه. زين الله سبحانه وتعالى خلقنا، غمرنا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى، هذا في بدن الإنسان إيش قد نعم أكو. الإنسان متى يدرك تلك النعم؟ عندما يفقد إحداها. يعني الآن إحنا عندنا نعمة البصر لا ندرك أهمية هذه النعمة، لكن إذا الإنسان أصيب بعمى ذاك الوقت يدرك هذه النعمة، إذا الإنسان في يوم من الأيام أصيب بوجع الرأس ذاك الوقت يدرك أهمية النعمة اللي عنده. كل هذه النعم الله سبحانه وتعالى غمرنا بها. في دعاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، تقرؤون هذه الأدعية في يوم عرفة، دعاء الإمام الحسين معروف، في ذلك الدعاء الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يعدد نعم الله سبحانه وتعالى، ويقول إنه ما معناه إنه لو عمرت الدهر لا أتمكن من أداء حق نعمة واحدة من هذه النعم. زين ألا يستحق الله سبحانه وتعالى منا العبادة؟ وبداعهم رباني وأفضل الدواعي، مو طمع مو خوف مو حياء، ولو ذلك صحيح أيضا، لكن الإنسان إذا يريد أن ينال الدرجات الرفيعة لازمهم مستوى يكون أرفع. يعني شوف الآن مثلا عامل بناء ومهندس، العامل عامل البناء مسكين بالحار وبجهد بدني شديد يضع لبنة على لبنة، وبخطر بعض الأحيان
أعمالهم مخطورة. والمهندس قاعد في غرفة مكيفة زين ويأخذ قلم وخطوط وكذا يرسم، لا جهد بدني يأخذ منه ولا خطر عليه، لكن تشوف راتب المهندس أعلى من راتب العامل. سؤال ليش؟ العامل جهد البدني أكثر، تعب أكثر، الحر والبرد عليه أشد، الخطر عليه أكثر، والراتب اللي يستلمه أقل من راتب المهندس بكثير. لماذا؟ لأنه المهندس هو الذي عنده العلم زين، مستوى أرفع. الشخص الذي يصلي بداعي رباني، خوف من الله، خوف من عذاب الله، مو خوف من الله، ولا الخوف من الله الجميع لازم يخاف من الله، خوف من عذاب الله أو خوف أو طمع في الجنة، هذا مستوى الفكري داني زين. حتى لو جهد أكثر، يعني أفرض فد واحد طول شهر رمضان صائم النهار قائم الليل، وكذلك في أوقات السنة الأخرى تشوف ثوابه قليل لأنه مستوى قليل، مستوى العقلي مستوى الفكري قليل. واحد مستوى العقلي والفكري مرتفع، نيته تكون أكبر وأرفع، عمل قليل لكن ثوابه يكون أكثر. أكو في حديث شريف أن ملك من الملائكة رأى عابدا في جزيرة من الجزر، هذا كل وقته صارفه في العبادة، ولا ينام إلا القليل ولا يأكل إلا القليل، كل وقته بالعبادة، فأحب أن يطلع على ثواب هذا العابد لأنه أعجب بعبادة هذا العابد. فلما أطلعه الله سبحانه وتعالى على ثواب هذا العابد شاف ثواب قليل فسأل، طبعا سؤال لزيادة الاستبصار، بعض الأحيان الإنسان يسأل سؤاله متعنت، بعض الأحيان يسأل سؤاله مستفهم، لذا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول سل مستفهما لا متعنتا. فسأل الله سبحانه وتعالى، يدري أن عمل الله هو صحيح مطابق للحكمة، بس لماذا أنا أريد أدري حتى علمي يزداد، بصيرتي تزداد، وقل رب زدني علما زين. فالله سبحانه وتعالى بعض الأحيان، بعض الأحيان الإنسان الجواب العلمي ما يفيده، لا يدرك، لازم يشوف. كثير من الأحيان إحنا بعض الأشياء نعلم بها، بس العلم هذا صورة فقط، إذا الإنسان لم يرى ذلك الشيء لا يدرك الحقيقة. إذا أنا قاعد هنا جوا المكيف يقولوا لي حر أكو، أدري أنا حر أكو، بس إذا ما ذقت الحر لا أدرك الحقيقة. فالله سبحانه وتعالى أمر هذا الملك أن يتمثل بصورة بشر وينزل في هذه الجزيرة ويسأل العابد، يشوف العابد، مو يسأل العابد، يشوف العابد حتى يدرك السبب. فنزل في صورة بشر لأن الملائكة يمكن أن يتمثلوا بصورة البشر، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبرائيل فتمثل لها بشرا سويا. فتمثل هذا الملك بصورة بشر ونزل في هذه الجزيرة وشاف العابد دا يعبد، وبدأ مع هذه العابد بعبادة إلى أن الصادق مع هذا العابد. فهذا العابد فد يوم من الأيام ذكر له، قال أنه أنا عندي حسرة واحدة. قال له شنو هاي الحسرة؟ قال أن هذا المكان، هذه الجزيرة، المكان لنزه زين، مكان طاهر طيب بأعشاب جميلة، لكن هذه الأعشاب تنمو وبعدين تذبل وتيبس، ولو كان لربنا حمار حتى هذا الحمار يجي في هذه الجزيرة ويأكل هذه الأعلاف، إذا هالشكل كان هواي كان زين. يعني هذا شنو يتصور أن لله حمار
والعياذ بالله، مثل الوهابيين اللي يعتقدون أن الله يركب على حمار وليالي الجمعة ينزل من السماء السابعة إلى السماء الأولى. زين، هذا ربهم، لأنه هم في الواقع الوهابيين بين قوسين هم عبدة صنم، يعبدون صنما صنعوه بأذهانهم ويتصورون أنه هو الله، وليس الذي يعبدونه هو الله، وإنما صنم صنعوه بأذهانهم. على كل حال، فالله خاطب الملك قال له هذا الثواب لهذا العابد لأنه عقل قليل، مستوى متدني، مستوى الفكري، يتصور أن الرب له حمار. زين، هذا الإنسان اللي مستوى متدني هذا الثواب هم زايد عليه، على تعبيري طبعا مو في الرواية، إذا هم عنده شوية ثواب هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. إذا الإنسان نيته سمت العمل هم يسمو حتى إذا كان قليل، وإذا النية لم تكن سامية العمل هم لا يسمو. كل الناس في يوم القيامة يتحسرون، مو فقط الكفار، حتى المؤمنين. الإنسان المؤمن في درجة من الجنة يتحسر، طبعا قبل ما يدخلون في الجنة يتحسر أنه أنا كنت أتمكن من أن أكسب الدرجات الأعلى، لماذا لم أفعل؟ كان عندي وقت أهدرت هذا الوقت بالبطالة، لماذا؟ كان يمكنني أن أقوم بذلك في ذلك الوقت بعبادة، بخدمة للناس، زين، بعمل يرضي الله سبحانه وتعالى، ولكن قضيته بالبطالة، بالنوم 10 ساعات باليوم ينام، مو حرام، لكن هذا يورثه حسرة. أنت جسمك لا يحتاج إلا إلى 6 ساعات أو 7 ساعات من النوم، ليش تنام 10 ساعات؟ هاي 3 ساعات 4 ساعات الأخرى قم بعمل مفيد، إما لنفسك إما للآخرين. على كل حال، فكل إنسان يتحسر يوم القيامة، حتى كثير من المؤمنين طبعا قبل الدخول في الجنة، أما بعد الدخول في الجنة ففي الجنة ماكو شيء ينغص على أهل الجنة، ماكو حسرة. ولذا أكو في الروايات أن أهل الجنة يتزاورون، يزور بعضهم بعضا، لكن اللي درجته أدنى لا يتمكن من زيارة اللي درجته أعلى ولا يفكر في ذلك، وإنما اللي درجته أعلى هو الذي يأتي ويزور اللي درجته أدنى، عكس الدنيا. بالدنيا الصغار يزورون الكبار، لكن هناك بالعكس. زين، يعني أخوان أحدهما في درجة أعلى والثاني في درجة أدنى، اللي درجته أدنى ما يزور اللي درجته أعلى، وإنما اللي درجته أعلى يجي يزور اللي درجته أدنى. لماذا؟ أكو في بعض الأحاديث حتى هذا اللي درجته أدنى لي يشوف منزلة ذاك ويتحسر، هاي بالجنة، لأن اللي درجته أعلى ثوابهم أكثر. فهذا ما دام هو اللي درجته أدنى في قصره، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ما يدري أن الدرجة الأعلى أحسن من عنده فما يتحسر، لكن إذا ذهب إلى الدرجة الأعلى ورآها يتحسر أنه أنا ليش درجتي أدنى. فلذا حتى هذه الحسرة لا تكون في قلوب أهل الجنة، لأن الجنة لهم دار السلام عند ربهم، ماكو شيء ينغص عليهم عيشهم. لكن في القيامة قبل الدخول في الجنة أو في النار للكفار هناك الحسرة الكبيرة. زين، فإحنا نتمكن من أن نكون في الدرجة العليا. شلون واحد يكسب الدرجة العليا؟ بالإخلاص في النية والداعي الرباني من الدرجة الأعلى، وبالعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذه أمور أخرى تجتمع تسبب أن الإنسان يكون عمله حتى إذا قليل أفضل من العمل الكثير الذي يقوم به الإنسان إذا كان نية أدنى وعلم أقل. نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بين السطور لطائف النفحات تزكي النفوس بأعبق البركات.
تحيا العقول إذا أنار طريقها.